عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بعض الموضوعات الشيقة اللطيفة المهمة جدا في إن أنت إزاي تدير شغلك، سواء كنت صاحب مكتب أو أي مانجيريال ليفل. خلينا الأول عايزين نتعرف على إيه النقط اللي هنتكلم عليها في المحاضرة المرة دي. هنتكلم ونعرف يعني ايه بلاننج ويعني ايه مانجمنت وايه هي الليفلز بتاعتهم اللي هي استراتيجيك والتكتيكال والاوبريشنال وايه الفروق بينهم ومين المسؤول وهنطلع منها بايه، ونتعرف ازاي نحط سمارت جول. طبعا سمارت هنا مش معناها ذكي، كل حرف منهم ده ابريفيشن لكلمه ومعنى هنتعرف عليهم، وبرده كذلك في السوات اناليسز والبيستل اناليسز، لان دول هيفيدونا جامد جدا عشان نعرف ندرس الدنيا عامله ايه جوه المكتب وبره وفي الانفايرمنت كله اللي حوالينا في المجتمع في كل حاجه، ونشوف احنا ازاي هنستفيد بالاناليسز دي كلها ان احنا نقدر ندرس ونعمل فيزابيليتي ستادي اللي منها هنعرف نشوف هل المشروع اللي احنا عايزين نعمله او المكتب اللي احنا عايزين ننشئه ده هي له جدوى في ان احنا نعمل الكلام ده ولا لا، وبعدها نعرف نشوف هنعمل بزنس بلان او نعمل رايتنج بروبوزل لو هو مجرد بروجكت صغير. نتعرف الاول على ايه هي المستويات. زي ما احنا شايفين في عندنا استراتيجيك وفي تكتيكال وفي اوبريشنال. الاستراتيجيك زي ما حضراتكم شايفين كده في قمه الهرم، ده معناها ان المسؤولين عنهم هم مين الاستراتيجي في الليفل ده، هم البارتنرز او البريزيدنت او الدايركتورز او اللي هم زي ما بنقول سي او والتوب مانجرز او الناس اللي هم صانع القرار، هم اللي بيشتغلوا في الليفل بتاع الاستراتيجيك بلاننج واستراتيجيك مانجمنت، وبيجاوبوا على السؤالين دول واي اند وين، ليه انا بعمل الكلام ده وامتى هحققه، وطبعا ده بيحطوا الخطط اللي هي اللونج تيرم. بعد كده بنخش في الليفل اللي بعده اللي هو التكتيكال، ده بيبقى فيه حته تفصيله زياده شويه، فعشان كده بتلاقوا المسؤولين عنهم هم الادمنستريتورز والمانجرز والكوردينيتورز، ودول بيشتغلوا على الميديوم ليفل وبيجاوبوا على السؤالين المهمين اللي هي وير اند هاو، اللي هو فين هيتم التنفيذ بتاع الكلام ده وازاي هيتنفذ. بعد كده بنخش على الليفل الاعرض والاوسع والاكثر عددا، وهم الاوبريشنال اللي هم بيحققوا لي الكلام ده بقى وبينفذوه ان ديتيلز، عشان كده بتلاقي التكنيكالز هم المسؤولين على الليفل ده، بتلاقيه بيجاوب على واي ازاي وليه بيعمل الكلام ده، وده بيحط هتلاقيه بقى ده اللي فيه بيشتغل على الليفل بتاع الشورت تيرمز، وعندك بقى التاسكات اليوميه والاسبوعيه والشهريه والتفاصيل كلها اللي بتحقق لي الهدف الكبير اللي اتحط على المستوى الاستراتيجي. تعالوا نشوف كده بعض التعريف اللي اتحطت للاستراتيجيك مانجمنت. هو بيقولوا ان الاداره الاستراتيجيه دي اسلوب تفكير ابداعي وابتكاري. انا جبت التعريف ده بالذات عشان فيه الكلمتين دول لان هم مهمين جدا بالنسبه لشغلنا، ان احنا دايما شغلنا داخل فيه الابداع والابتكار اكتر منه اي حاجه تانية حتى في اسلوب الاداره. فبتلاقي ان هو الاداره الاستراتيجيه هي اسلوب تفكير ابداعي وابتكاري بيدخل فيه عامل التخطيط اللي هو البلانينج والتنفيذ الامبلمنتيشن مع بعض. ليه؟ عشان احسن نوعيه وجوده المنتج، لو انا بعمل منتج او خدمه للمستهلك زي اللي احنا بنعملها كديزاين للمشروعات. وفي بيقول انها عمليه ابداعيه عقلانيه فيها تحليل، طبعا ان انت بتاخد كولكت الداتا وتعملها اناليسز ومنها بتطلع ديسيشن. الديسيشنز دي اللي هي بتقرر انت هتعمل ايه وتحط هدفك وازاي هتستغل الموارد بتاعتك، سواء كانت موارد بشريه او موارد بيئيه زي ما قلنا اللي هم الحاجات الانترنال والاكسترنال، ونشوف هنستغلها ازاي وهنعمل ايه، وبنحط خطط بناء على الاناليسز اللي احنا هنعمله اللي هو السوات او كامبوستر على حسب حجم الاورجنايزيشن نفسها، وهنعرف ايه الفرق بينهم عشان احقق هدف كبير انا حاطه قدامي، سواء كان الهدف ده مدته سنه 5 سنين او اكتر. يعني في ناس بتحط خطط استراتيجيه بتاعتها على مدار 100 سنه. ليه؟ بيحطوا بقى ويقسموها فيزز، كل مثلا 5 سنين، كل 10، كل 20، بيحطوا كده زي مايلستون بيشوف بيها ويقيس بيها هو وصل لفين وحقق ولا لا، لغايه ما في الاخر يقدر يحقق الهدف الكبير بتاعه. زي مثلا لو احنا مثلا كده هنشوف هنقول امثله في قدام شويه ان شاء الله. طيب ايه اهميه الاستراتيجيك مانجمنت؟ مهمه جدا طبعا. بيعمل ايه؟ بيساعدني ان انا احافظ على نجاح الشركه،
او المكتب. ليه؟ لان انا على طول بعمل اناليسز، على طول بدور على الداتا، على طول بشوف هل انا ماشي على الخطه اللي انا حاططها ولا لا، بحقق اهدافي ولا لا. بعمل اناليسز لبيئه العمل الداخليه والخارجيه، سواء كان الموظفين اللي عندي او الكونسلتنت او الكلاينتس او السوق نفسه والكومبيتيتورز بتوعي. كل ده بفضل ادرس واشوف انا فين بالنسبه لهم وايه اللي ناقص عندي، بحاول ايه احط له هدف عشان احققه واوصل له، وابقى انا مواكب للي بيحصل حواليا وممكن اسبقهم كمان. بتعزز قدرة المديرين على الاستجابة والوعي للمؤسسات الداخلية والخارجية، زي مثلا دلوقتي في اللي بيحصل. احنا عندنا دلوقتي موضوع الوباء، ده موضوع مهم جدا. هل انت حطيت في خطتك ازاي هتواجه اللي حاصل نتيجة الوباء ده دلوقتي وبعده؟ ده مهم جدا، ده في الاستراتيجيك بلان والاستراتيجيك مانجمنت، ده مهم جدا. لازم تبقى حاطط خطة هتعمل ايه، هتدير الدنيا ازاي، هتشغل شغلك ازاي. عشان كده بتلاقي في ناس كتير حولت بعض الاعمال اللي ممكن تحويلها لريموتلي اللي هي الاونلاين، عشان يقدر يخلي عجلة الشغل ماشية في مكتبه. كل ده بيساهم في تطوير وتحسين تنمية الافكار المستقبلية عشان توصل للسستينابيليتي كمكتب او كشركة، وتبقى سابق اللي حواليك كمان، عشان يبقى لك مكان واضح بين المجتمع وبين الكومبيتيتورز بتوعك، وتساعد على التوقع بشكل دقيق للنتائج الاستراتيجيه. يعني ده بتلاقيه مهم جدا 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 وانت جاي تعمل ريسك مانجمنت، لان ريسك مانجمنت بيجي طبعا حضرتك في مهندسين معانا عارفين يعني ايه ريسك مانجمنت، بس هي كجنرال كده بنقول انها بتديني اوبشنال او alternatives لحلول لبعض المشاكل اللي ممكن اواجهها. بس طبعا موضوع الوباء اللي احنا عايشين فيه دلوقتي محدش حاطط خالص في ريسك بتاع اداره الشركه هيعمل ايه لو حصل وباء زي ده. لا، وبالتالي من دلوقتي المفروض ان احنا تفكيرنا كله يتغير. لازم نعمل تطوير لطريقه شغلنا وطريقه ادارتنا، بحيث ان احنا لما يحصل عندنا لا قدر الله اي مشكله زي كده او مشابهه ليها بينتج عنها وقف العمل تماما كده، ان احنا نقدر يبقى في عندنا alternatives كتيره، ومن ضمنها طبعا الاونلاين. طب هنشتغل الاونلاين ازاي، هننفذه ازاي، هنعمل ايه والكلام ده كله. وبالتالي انت عشان تعمل الكلام ده فانت بتسعى دائما لتحسين تطوير الاداء المالي، طويل الاجل للمنشاه. هنا طويل الاجل لان شغال استراتيجيك، لما هتخش في التكنيكال والاوبشن والاوبريشنال بينزل لمتوسط وبعد كده قصير الاجل. وانت في حاجه مهمه، انك لازم تطور كمان العماله اللي عندك والمهندسين والدنيا كلها، وتطور حتى الاداء الاداري وتطور التكنولوجي بتاعتك، وبتنسق وتوحد كافه الجهود والاقسام الاداريه للوصول لتحقيق الاهداف بتاعتك، بتعزز مشاركه كافه مستويات الاداره في العمليه الاستراتيجيه، وبتساهم في تقليل رفض اي برامج تغيير. دي مهمه جدا جدا جدا. يعني اللي بيحط اي ديفلوبمنت بلان اللي بينتج عنها change management و change culture زي ما اتفقنا قبل كده و change behavior، كل ده احنا اتفقنا انه بيمر بمراحل كتيرة، اهمها واولها وهو الرفض. انا متعود على ده الكمفورت زون بتاعي. طب انا اخرج ازاي من الكمفورت زون؟ لازم الكلام ده يكون حطه في اعتباري، وايه هي الاكشنز اللي هحطها علشان اواجه الرفض ده بطريقة تخلي الناس تقتنع باللي انا عايز اعمله، وبالتالي احقق اهدافي واهداف الناس اللي معايا. بعد كده بنشوف ايه هو الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والاداره الاستراتيجيه. التخطيط الاستراتيجي هو التنبؤ او التوقع، او خلينا نقول ان هو الحلم اللي انت عايز تحققه لفتره طويله، وبتشوف ايه هي الموارد الايه المحتاجه اللي انا محتاج لها عشان احقق الحلم ده. الاداره الاستراتيجيه هي بقى التنظيم اللي بيحقق لي التخطيط ده. يبقى هي اداره التغيير التنظيمي واداره الثقافه التنظيميه واداره الموارد، سواء كانت بشريه او البيئه داخليا وخارجيا في نفس الوقت، وبهتم بالحاضر والمستقبل في وقت واحد. بعد كده فاكرين ثلاث اسئله دول اهم ثلاث اسئله في حياتنا. دلوقتي انا عرفت يعني ايه استراتيجيك مانجمنت، هستفيد منها بايه؟ هستفيد بيها ان انا اجاوب على الاسئله دي، وبالتالي اقدر اشوف اللي انا ماشي فيه ده انا فعلا بحقق فيه اللي انا عايزه ولا لا. يبقى انا اول ثلاث اسئله واهم ثلاث اسئله في حياتي عشان اعمل اي حاجه، سواء كان هكرييت ماي ستارت اب اوفيس او هديفلوب ماي اون اوفيس او عندي فاميلي بيزنس وعايز اطورها، لازم اسال نفسي ثلاث اسئله دول: وير ار وي ناو، وير شود وي جو، هاو تو جيت ذير. انا فين دلوقتي، وده انا بجيبه منين؟ انا بعمل كولكتنج للداتا واعمل لها اناليسيس عشان اشوف فين الجابس، عشان احدد انا هروح فين بعد كده، او عشان لما احدد انا هروح فين بعد كده ابقى شايف ايه اللي ناقصني عشان احدد هي الاكشن بلانز اللي هي هاو تو جيت ذير، ان انا احققه ازاي. فهو بالنسبه للاستراتيجيك بقى كبلان او استراتيجيك مانجمنت بنعمل ايه؟
نجاوب على السؤال الاولاني ده عشان نفهم ايه. زي ما قلنا الكولكتنج داتا بتفهم لي الاكسترنال اناليسز والانترنال اناليسز. يعني ايه الاكسترنال اناليسز؟ هنا بيقصد بيها الكومبيتيتورز بتوعك شكلهم ايه، الكلاينتس بتوعك شكلهم ايه، انت فين من وسط الناس اللي زيك. والانترنال اناليسز انت بتشوف مين اللي عندك، ايه اللي ناقصك، الكواليتي بتاعتهم عامله ازاي، السيستم ماشي ازاي، ايه اللي ناقص، الهيراركي شكله ايه، انا عايز اعدل ايه، والكلام ده كله. يبقى الفرق بين الاكسترنال اناليسز والانترنال اناليسز، الاكسترنال بيدرس لي الاجواء الخارجيه، الانفايرمنت الخارجيه اللي هي بيتضمنها الكومبيتيتورز بتوعي والكلاينتس، والسوق نفسه ايه اللي فيه وايه اللي مش فيه، ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، ايه النيدز اللي الناس عايزاها عشان ابقى عارفها عشان اسبق غيري. الحاجات دي بتاع الريسيرش ده بيخليني انا دايما سابق بخطوه. الانترنت زي ما قلنا بنعرف كل حاجه داخل المكتب شكلها عامل ايه، وبالتالي اقدر اعرف المهندسين والعماله اللي عندي فين وازاي احطهم بطريقه عشان اطلع اعرف الاول ايه اللي موجود دلوقتي، وهل ده بيطلع لي احسن كفاءه ممكنه منهم، ولا هعمل ري انجينيرنج وهعمل ري هيراركي عشان اوصل لكفاءه اعلى من الناس اللي عندي، واشوف هل انا محتاج عماله تانية ولا لا، محتاج مهندسين ولا لا، ايه اللي انا محتاج له بالظبط، سواء كان تدريب او اجيب حد جديد، وهجيب شكله ايه، وايه هي المميزات او الكواليفيكيشنز اللي انا عايزها فيها. بعد كده وير شود وي جو، احنا لازم نروح في انهي اتجاه. فده برضو بيبقى على مستوى الكوربريت استراتيجي والبزنس استراتيجي والفانكشنال استراتيجي الثلاثه. ان انا على المستوى العالي جدا بحط نظام معين، اشوف انا عايز اروح فين، عايز احط البوزيشن بتاعتي فين، انا فين، عايز احط نفسي فين. انا مثلا كمكتب لسه صغير في حجمي مثلا وسط الكمبيوتر او وسط السوق نفسه، انا سمول، لا انا عايز اعمل بزنس استراتيجي عشان اوصل ان انا اكون مثلا مش في خلال 5 سنين مش في الميديوم، لا انا عايز اوصل للتوب. يبقى ده معناه ان انا عندي شغل كتير جدا وحاجات كتير جدا لازم اعملها وخطوات مهمه جدا لازم ابقى عارفها عشان اشوف انا هحط نفسي في التوب ازاي. والفانكشن استراتيجي برضو ان انا بحط ايه هي الحاجات الاكشنز اللي انا محتاج ان انا اخدها عشان احقق الهدف اللي انا حطيته ده. طيب how to get there بقى، ده اللي هو الامبلمنتيشن بقى، بتيجي تنفذ، بشوف ايه هي البروسيدرز اللي انا عايزها، ايه الاكشن بلان اللي انا عايزها، وايه البادجت اللي انا محتاج له، وايه الوقت اللي انا في يعني during الوقت اللي انا حطه عشان احقق فيه الهدف اللي انا حطيته ده. مهم جدا جدا جدا، لازم يبقوا الثلاثه دول محكومين بالوقت اللي انا حطه عشان احقق الهدف اللي انا عايزه. بعد ما بعمل الكلام ده وابتدي انفذ، لازم 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 عندي الحاجتين دول يكونوا موجودين على طول، اللي هو الكوركتنج او الكوركشن والاوديتنج. ان انا على طول ماشي بحسن الخطه اللي انا حاططها، بعمل لها اوديتنج، بحاول اشوف ايه اللي ناقصها، واعيد تاني من الاول الدايره من الاول، وامشي لغايه ما اوصل في النهايه ان انا احقق الخطه الناجحه اللي بتحقق لي شغلي، اللي هي دي اللي هتخليني اوصل للكلام ده، اللي هي دي. بقعد اعيد وازيد في الاكشن بلان وفي البروسيدجرز وكل حاجه بعدلها، وفي البادجت وفي الوقت وكله، عشان في الاخر احقق اللي انا عايزه. يبقى ملخصا كده الاستراتيجيك مانجمنت بتقوم على ايه؟ ان انا بعمل كولكتنج داتا، بعرف الريسورسز بتاعتي، بعرف الانفايرمنت الخارجي والداخلي، بعرف الستيك هولدرز اللي عندي كلهم والاكسبكتيشنز منهم شكلها ايه، وايه اللي ناقصهم، ايه اللي انا عايزه، ايه الريسورسز كلها انا عايزها، سواء كان بني ادمين او اكويبمنتس او وات ايفر اللي انا عايزه، عشان في الاخر احط خطه استراتيجيه لتحقيق الهدف الاستراتيجي بتاعي، هو ان انا اوصل للسستينابيلتي وابقى كومبيتيتيف بالنسبه للكومبيتيتورز اللي حواليا، وممكن اسبقهم كمان. ودايما دايما عندي كنترول، ودايما عندي ريدايركشن، او بحاول ان انا اعدل في الخطه بتاعتي عشان احقق الهدف بتاعي. فدايما دول بيبقوا ماشيين كده ايه، في دوائر مع بعض ما بتنتهيش. بعمل بلاننج، بعمل اورجنايزنج، بعمل كنترولنج، بعمل دايركتنج في الاخر عشان احقق الهدف بتاعي، هو ان انا احقق الشغل بتاعي سستين وكومبيتيتيف بالنسبه للكومبيتيتورز بتوعي. طيب نقول تاني برضو ككونكلوجن كده، ان احنا بنحاول نشوف ايه الانفايرمنتال سكاننج، سواء كان اكسترنال او انترنال، بشوف الاستراتيجي فورميليشن، بشوف الامبلمنتيشن هعمله ازاي، وبعمل ايفالويشن كنترول. ده مجرد بس كده راب اب اللي احنا قلناه. طيب بالنسبه للمكتب الهندسي، احنا اساسا شغلنا كله قايم على البروجكتس وعلى الديزاين. فانا كل اللي بعمل كولكتنج داتا، وبعمل لها اناليسيس، احط زي اللي هو الديزاين الاولاني خالص، وبعمل له موديل وبعرضه على العميل، وبشوف الدنيا ايه الاخطاء او ايه الحاجات اللي هو عايزها، وبعدها تاني واعمل لها مونيتورنج لغايه ما في الاخر اوصل للديزاين المظبوط، وفي الاخر هو ده اللي بيتنفذ. وبحط برده بفضل ماشي في الدايره دي عشان اتاكد ان
ان الديزاين اللي انا عملته اللي وافق عليه الكلاينت بيتحقق بالطريقه الصح. عشان كده بتلاقي دايما عندنا في حاجه اسمها استراتيجيك اناليسيس، في حاجه اسمها استراتيجيك تشويس، في حاجه اسمها استراتيجيك امبلمنتيشن. في الحته دي انا في كده اكزامبل مهم جدا احب ان انا اقوله لكم، ودايما تلاقيني كاتبه الشال اكزامبل. انا هحكي لكم على في حدوته كده لطيفه بتاعه شركه شال، كان ايام 73 ايام الحرب. عارفين طبعا في حرب 73 ايه اللي حصل؟ الدول العربيه وقفت البترول وما بقتش بتصدر للعالم سواء كان اوروبا او امريكا. اللي قرا الموقف ده قبل ما يحصل كانت شركه شال. هي لقت ان في وضع متوتر في الشرق الاوسط وخاصه عند مصر واسرائيل، فقالت بس هو لو قامت حرب في المنطقه دي الجماعه العرب هيقفلوا عننا البترول، طب نعمل احنا ايه؟ كان كل شركات البترول اللي في العالم بتعمل تكرير لبترول من نوع واحد بس اللي هم بياخدوه من الدول العربيه. فشال قالت لا، طب وليه؟ انا بقى هعمل ايه؟ انا هحاول اعدل في المصانع بتاعتي التكرير بحيث انها تقدر تعمل تكرير للبترول العربي وتعمل تكرير للبترول بتاع اوروبا وامريكا اللي هو بيبقى مختلف شويه في التكوينات بتاعته. هي لما عملت كده طبعا لما قامت حرب اكتوبر بقت هي الشركة الوحيدة في العالم اللي بتعمل تكرير لجميع انواع البترول، وبالتالي خدت هي السوق وحصل لها بومين كبير جدا 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 لانها كانت الشركة الوحيدة اللي بتعمل الكلام ده، فبقت توب نمبر 1 وذين شهر لما قامت الحرب وبدات الناس بعدها، او يعني مش هنقول شهر يعني كام شهر اللي هم بتوع الحرب وبعدها. وممكن نقول كمان يعني اكزامبل تاني حاصل دلوقتي لما حصل الوباء، الناس كلها بدات تجري عشان تستعمل ايه؟ زوم، عشان تعمل عليه الاونلاين ميتنج. بس الشركه دي ما كانتش عامله حسابها ان ممكن يحصل الراشنج ده، فدي ما عملتش استراتيجيك اناليسيس ولا حطت في اعتبارها الكلام ده، ولذلك حصل لها نوع من الايه، حصل لها يعني حصل لها نوع من هزه جامده جدا، لان في ايه، في اقل من شهر نسبه يعني هي كانت في 10 سنين وصلت مثلا لمليون مثلا او 2 مليون كان كام الف كده يوزر، دلوقتي حصل لمئتين الضعف اللي كان عندها في كانت عدد من اليوزر، فحصل عليها زي راش كده جامد جدا ادى ان حصل في مشاكل حصلت عندها، وكان من اهم المشاكل اللي حصلت هو اختراق بعض الهاكرز لبعض الاجهزه او الكلاينتس. فقالت وخدت كاجراء سريع علشان تخلص من المشكله دي انها هتحاول انها تسد كل المشاكل اللي حاصله بحيث تدي ستابيليتي للناس اللي موجوده، لان طبعا استعمال زوم دلوقتي بقى اتس ماست، وخاصه في الحاجات اللي هو الشغل والتريننج. فموضوع ان انت تبقى دارس الدنيا حواليك شكلها عامل ازاي سواء كانت سوشيالي او بوليتيكالي او ايكونوميكالي او واتيفر ايه اللي بيحصل، وتبقى حاطط في اعتبارك اجراءات احترازيه لكيفيه التعامل مع كل المشاكل الكبيره دي، ده مهم جدا جدا جدا. بالاضافه طبعا ان انت هناخده قدام في الريسك مانجمنت، ازاي تقدر تتعامل مع المشاكل اللي ممكن تحصلك اكسيدنتلي داخل مكتبك، زي نقص العماله، لما يجي لك شغل كتير فجاه ايه اللي ممكن تعمله في كل المشاكل دي وازاي نقابلها ان شاء الله. نيجي بقى كان نقول ايه هو الاستراتيجيك مانجمنت. برضو في الاركتكتشر تلاقيها بالظبط شبه الحاجات التانية، بس احنا دايما كل حياتنا بتبقى منصب اكتر على البروجكتس وازاي نطلع حاجه تكون المستوى بتاعها مش عادي علشان نقدر يبقى لنا مكان وسط الكومبيتيتورز بتوعنا. فعشان كده دايما بندور على strong ideas, strong experience, strong delivery وstrong ambition strategies. هو ده اللي بيميز المهندسين المعماريين المكاتب المعمارية عن المكتب الآخر، هو ان انت اما بتعمل fast track بطريقة صح وبتعمل جودة صح في الوقت المطلوب اللي هو الضيق قوي دي، او ان انت بتتميز بان انت بتعمل quality كويسة قوي، بتدور على الجمال في كل شغلك، بتعمل حاجة ما هياش متكررة وبتنفذها بطريقة صح وبطريقة الجودة بتاعتها عالية جدا. فانت بتدور على ايه النقطة اللي انت بتتميز بيها، وهي دي اللي انت بتحطها في الاستراتيجيك جول بتاعك وفي البلاننج سواء كان بلاننج او مانجمنت. فده مهم جدا 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 اللي هو project complexity and client's quality performance. الكلاينت يا جماعة ده المفتاح بتاعنا، ده النجاح بتاع كل حاجة، ان انت ازاي ترضيه وازاي تحقق له احسن حاجة.
طيب الكلام ده كله بعد انا معرفته، طب انا هعمل بقى استراتيجي بلان ازاي عندي في الفيرم بتاعتي؟ احنا قلنا الحاجات الاساسيه واللي هنشوفها دلوقتي، ان انا ازاي احط بقى الميشن والفيجن بتاعتي كلونج تيرم، وازاي احط الستبس اللي انا اقدر احقق بيها الجول ده. زي ما احنا شايفينها في الاستراتيجيك بلان بروسيس بعمل ايه؟ شايفين اول حاجه جاذرنج فاكتس اللي هي كولكتنج داتا، بعرف الدنيا فيها ايه عندي، ايه اللي موجود وايه مش موجود، ايه اللي ناقص، انا فين وسط الكومبيتيتورز بتوعي، الكلاينتس بتوعي شكلهم ايه، ايه نيدز في السوق دلوقتي، ايه اللي محتاجينه. زي دلوقتي مثلا هتلاقوا ايه اللي نيدز موجود في السوق دلوقتي بالنسبه لنا احنا كاركتكتس، اهم حاجه محتاجينها دلوقتي ايه، ازاي نعمل مستشفيات وتتنفذ في اسرع وقت ممكن باقل تكلفه ممكنه. لو احنا قدرنا نخش في الموضوع ده هيفتح لنا مجال كبير جدا، ولو قدمنا المشروعات دي لوزاره الصحه وللناس المسؤولين عشان نعمل حاجه زي كده، ده انت هتلاقي نفسك مكان بسرعه جدا. لان الكلام ده ما بي يعني حتى لو كان هو فور وايل في وقت الوباء فهو احنا محتاجينه فعلا. فعندك حل لهذا الامر يا ريت تعمله وتطلع لنا افكار حلوه في الكلام ده. بعد ما تكولكت الداتا لازم تعملها سوات اناليسيس، اللي هو اللي هي ايه سوات اناليسيس؟ قلنا في اثنين داخلين واثنين خارجين وهنعرفه برده بالتفصيل بعد شويه، ده السترينث والويكنس الداخليه والاوبورتونيتيز والثريتس الخارجيه، هي الفرص والمخاطر الموجوده الخارجيه. وبعمل لها بشوف ايه النتائج بتاعتها واطلع منها شويه ستيتمنتس كده، هي دي اللي بقى ابتدي احط عليها الاستراتيجيك ماتريكس بتاعتي. وبشوف بعمل دايما كومباريزون بين الاوبورتونيتيز والسترينث والاوبورتونيتيز والويكنس والثريتس والسترينث والثريتس والويكنس، بقعد اعمل كومباريزون بين الحاجات اللي عندي واللي مش عندي، نقط الضعف اللي عندي مع الفرص اللي موجوده او مع المخاطر اللي بره، واقعد اعمل كده ماتريكس كتير لغايه ما في الاخر بطلع كونكلوجن ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي، ايه اللي ناقصني وايه اللي انا عايزه، وايه اللي المفروض اعمله وايه المفروض ما اعملوش، وايه هي الفرص المتاحه دلوقتي اللي اقدر منها اطلع احول ثريتس مثلا لاوبورتيونيتي، زي تحويل موضوع الوباء دلوقتي ان هو فرصه لخلق مشروعات بشكل جديد بطريقه جديده في التنفيذ تخلي لي انا ليا وجود في المجتمع ده او في وسط الكومبيتيتورز بتوعي، انا الوحيد اللي بعمل الكلام ده مثلا، او ازاي تعمل مدارس او whatever بقى ايه هي الحاجات اللي هي موجوده في الوباء اللي عندنا اللي هو الثريتس الموجود دلوقتي، ايه دورك فيه دلوقتي، ده ممكن تفكر فيه وتحط حلول ليه. بعد كده براجع بقى كل اللي انا وصلت له كاستراتيجي في الاخر، وبقعد اعمل لها زي ما قلنا كوركشن و ريدايركشن وتعديل لغايه ما في الاخر اوصل للاستراتيجي النهائيه مع الجولز والبلانز واظبطها في الاخر. طيب ايه هي بقى الستبس اللي بحقق بيها؟ زي ما قلنا في عندنا فيجن ميشن جول اكتيفيتي والمجر، ازاي بقيس ان انا حققت الجول بتاعي ده، والادجست اللي هو ان انا بعمل له كل شويه ايه تعديلات عشان اوصل لتحقيق الهدف الكبير. الفيجن هو الدايركشن، انت عايز تروح فين، ايه هي اللي هي وات دايركشن از يور كومباني هيدنج، انت عايز ايه، ايه توجهك، هتشتغل في ايه، هتعمل ايه، وير دو يو وانت تو دايف يور كومباني. المشن what does your company deliver or provide، هل انت هتعمل بس ديزاين ولا هتعمل ديزاين اند بيلت ولا هتعمل كونسلتيشن ولا هتعمل ايه بالظبط، تحدد انت ايه المشن بتاعتك. الجول what do you need to go to get your company to its destination to reach its vision بطريقه اللي هي SMART اللي هي بيسموها سمارت، لكنها ليس مش مقصود بيها طبعا الذكاء زي ما قلنا، هي هنلاقي فيها دلوقتي هنتكلم عليها ان ديتيلز. ايه الاكتيفيتي اللي انت عايز تعملها، وات اكتيفيتيز ار نيديد تو سبورت يور جول، عشان تحقق الجول بتاعك هتعمل ايه، طب هتقيسه ازاي بقى، هاو دو يو ميجر سكسس تو كيپ يور جولز اون تراك، الادجست ار يور ريزلتس كيپينج يو اون تراك تو ريتش يور فيجن. ده لازم السؤال ده كل شويه بتساله لنفسك وتشوف وتقيس من خلال الميجر هتعرف اذا كنت انت ماشي اون تراك ولا لا. طيب يعني ايه سمارت جول؟ الاس اللي هي سبيسيفيك، ام ميجر ممكن يقاسه، اتينابل وريليفنت وتايم باوند. تعالوا نشوف كده الديتيلز. سوري الاس هي السبيسيفيك ان هو لازم يكون تجاوب على الخمس اسئله دول، اللي هو وات دو اي وانت تو اكمبلش، ايه اللي انا عايزه عشان احققه، طب وليه عايز اعمل الجول ده، ليه لازم تبقى عارف ليه انت عايز تعمله، طب مين معايا انفولد عشان احقق الجول ده، وحققه فين، وامتى هيتم تحقيق الجول ده. يبقى لو انا جاوبت على الخمس اسئله دول يبقى الجول بتاعي ده سبيسيفيك، خلاص انا حددته وفهمت كويس انا عايز اعمل ايه. طيب ميجربل، طب يعني هقيسه ازاي،
how many or how much طبعا هحقق ايه او هعمل ايه, how do I know if I have reached my goal, what is my indicator to progress, ايه هي العلامات اللي انا حطتها اللي بقول فيها ان انا فعلا حققت. يعني زي مثلا انا في 2018 قلت انا عايز اعمل الكورس اللي انا بعمله دلوقتي, وحددت قلت انا عايز اعمله عايز اعمل مثلا في خلال اول سنه لو عملت 2 رانز يبقى حلو قوي زي الفل, متوسط مثلا كل ران فيهم 10 يبقى لو انا عملت في السنه 20 يبقى كويس قوي. كانت النتيجة الحمد لله ان انا عملت تقريبا 3 رانز وكان المتوسط بتاعهم مثلا واحدة كانت 15 واحدة 25 15, فكان العدد كويس, يبقى انا كده الحمد لله حققت الجول بتاعي في اول سنة. فهو ده نفس الحكاية, انت تقدر تقيس الجول بتاعك وتحط الميجرينج او تحط يعني انديكيتور معينة تقيس بيها انت حققت ايه. بعد كده اللي هو achievable ان هو يسهل تحقيقه, مش تحط جول صعب ان هو يتحقق. يعني تقول مثلا انا عايز اطلع القمر بس في خلال سنة, لا طبعا عشان تطلع القمر دي محتاج حاجات كتير, محتاج تتدرب على حاجات كتير, محتاج ان انت تروح مع رش الناس ولا تروح فين عند الناس, محتاجة في ناس حققتها بس محتاجة شغل كتير قوي ما يخلصش في سنة مثلا. فهي نفس الحكاية, يعني انت تبقى الجول بتاعك حطه بطريقة بحيث انها تقدر تحققه, ما تبقاش بتحلم بحاجة ملهاش على أرض الواقع وجود. يعني do I have, وبعدين وده نتيجة ان تشوف الريسورس اللي عندك والكابابيلتيز اللي عندك هتقدر بيها انك تحقق الجول ده. لما انا حطيت الجول بتاعي كان عندي, كنت انا في الجامعة الامريكية وفي مركز تدريب والحمد لله كان الدايركتور بتاعي هو اللي زقني عشان ابتدي كورس, فدي حاجة كويسة جدا طبعا الحمد لله. لكن لو انا كنت في الهوا كده ما كنتش هقدر اقول الكلمة دي ان انا في خلال سنة اقدر اعمل الكلام ده, كان لازم لسه اقعد اعمل ريسيرش واشوف مين المكان اللي هعمل فيه الكورس وازاي هعمل وازاي وازاي وازاي. طيب عندي حاجات كتير, يعني دلوقتي انا غيرت الجول ان انا هعمله اونلاين لان مفيش مكان دلوقتي نتيجة المشاكل اللي احنا عايشين فيها. فالحمد لله نتيجة وجود البرامج والحاجات دي قدرنا ان احنا نحقق الكورس ونشتغل اونلاين زي ما انتم شايفين. طيب اذا كنت مش هقدر احقق, what I'm missing, ايه اللي ناقصني؟ هل ناقص لي تدريب, ناقص لي ريسورسز, ناقص لي اكويبمنتس, ناقص لي ايه بالظبط؟ يعني لو انا عايز اعمله اونلاين يبقى لو انا ما عنديش مثلا سرعه عاليه للنت مش هعرف اعمل, لو انا ما عنديش جهاز كويس مش هعرف اعمل. يعني لازم ادور على ايه هي الحاجات اللي ناقصاني عشان احققها. طب have others done it successfully before, هل فعلا في ناس قدرت تحقق الكلام ده ولا لا؟ لو في عندي سكسس ستوري ببص عليها واشوف نجحوا ازاي وعملوا ايه والدنيا كانت ماشيه ازاي, بتعلم منهم. يعني بعد كده رياليستيك زي ما قلنا ان هو يكون حقيقي, يعني ممكن تحققه, is the goal realistic فعلا and within reach, يعني ممكن تحققه ولا دي حاجه في الهواء. is the goal reachable given the time and resources, يعني بالنسبه للوقت اللي عندي والريسورس اللي عندي هقدر احققه فعلا ولا لا. are you able to commit to achieving this goal, هل انا اقدر الالتزام بالكلام ده. الكوميتمنت دي شيء مهم جدا عشان هو ده اللي بيضمن لي تحقيق اي هدف انا بحطه. طيب ايه التايم اللي بقى تقوله اللي هو التايم باوند, انا لو حط تايم معين في خلال فتره معينه في ديدلاين لازم اكون حققت الهدف ده, يبقى داز ما يقول هاف ديدلاين ولا انا حاطه كده مفتوح. لو مفتوح يبقى مش هتحقق حاجه, لكن لما بتزق نفسك في وقت بتقدر تحققه. باي وين دو يو وانت تو اتشيف يور جول, امتى لازم تحط تاريخ معين كده تقول انا هبتدي اعمل الستارت اب بتاعي دلوقتي, انا هبتدي اعمل الديفلوبمنت بلان بتاعتي دلوقتي, انا ودن 3 شهور اقدر احقق مثلا 50% من الديفلوبمنت بلان بتاعتي, اقدر احقق 50% من الجول بتاعي وهكذا. فالتايم ده مهم جدا لانه بيضمن ان الكلام ده هيقدر يتحقق. طيب تعالوا نشوف بسرعه كده يعني ايه SWOT analysis. زي ما قلنا هي في 2 بيبقى internal factors و2 تانيين external factors. الانترنال اللي هم strengths والweakness, ايه هي نقط القوه والضعف بتاعتي داخليا وايه اللي عندي وايه اللي مش عندي. اللي عندي واللي مش عندي ده كله بيقوم كمان على حتى الناس اللي عندي, ايه الكابابيلتيز بتاعتهم, ايه الكواليتي بتاعتهم, قوتهم يخلصوا مشروع قد ايه في كام اسبوع ولا كام شهر والكلام ده كله عشان اقدر احدد القوه. النقط اللي مثلا عندي نقط القوه بتاعتي مثلا انا عندي مكتب, انا عندي مهندسين والكشف بتاعته عاليه جدا بيطلعوا الشغل في اسرع وقت باحسن جوده ممكنه باقل مشاكل مثلا. الويكنس لا ده انا عندي في ناس اللي هي مثلا بيعملوا كوردينيشن ما بيقدروش يعملوا ريفيجن كويس ما عملوش كذا, طب دي مصيبه. يبقى انا اعمل ايه, ادور يا اما ادربهم يا اما اجيب غيرهم يا اما اشوف اي طريقه ثانيه عشان احل موضوع الكوردينيشن ده مفصلي جدا في شغلنا. طب ايه هي الاوبورتونيتيز والثريتس الخارجيه, ايه هي الفرص والمخاطر الخارجيه. الفرص دلوقتي ان في مثلا عندي في مشاريع فاست تراك كتيره جدا معروضه من الحكومه وعايزين يعملوا مشاريع كتيره ومشاريع طرق وكباري ومشروعات مش عارف ريل استيت وهكذا, فدي فرصه.
وفي او فرصه تانية ان انا عندي الثريت اللي هو الوباء اللي موجود دلوقتي مخلق لي منه اوبورتيونتي زي ما قلنا ان انا اقدر مطلوب مني ان انا اعمل اقدم ممكن مقترح بعمل المستشفيات المستشفيات السريعه اللي هي اللي بتتبني بسرعه وباقل امكانيات ممكنه. فاهمين قصدي؟ فهو ده ازاي تحول ثريتس لايه؟ لاوبورتيونتي. فهنا نفس الحكايه بتفيدني بايه او امتى بعمل السوات اناليسيس دي عشان اشوف ايه المشاكل اللي موجوده عشان لو انا عايز اخد ديسيجن معين لازم اعرف وادرس ايه اللي عندي عشان اعرف بناء عليه هاخد القرار و determine where change is possible. لما تيجي تحط خطة تغيير أو خطة development لازم وانت بتكولكت الداتا بقى تقعد كده تدرس شوف انهي نقط عندك اللي تقدر تبتدي بيها عشان تعمل بيها التشيشن اللي انت عايزه فتحقق بيها الجول بتاعك وبسرعة. وبعمل بيها طبعا الادجاست والريفاين بلان كل شويه يعني بعمل برضه كنترول وهكذا. طب يعني ايه بيستل اناليسيس دي بقى اوسع شويه دي اللي عملتها شامل ما عملتش سوات عملت ايه بيستل اناليسيس دي درست النواحي الكريتيكال اللي هي كان فيها مشاكل كان فيه قلق في الشرق الاوسط واحتمال وقوع حرب فدي بالنسبه لها بوليتيكال ريسيرش. بعد كده ايكونومي الايكونومي ان هو قالت لو الحرب دي قامت هيحصل مشكله طبعا اقتصاديه في الشرق الاوسط وفي العالم كله نتيجه موضوع البترول ونتيجه الحرب وزي ما دلوقتي حاصل نتيجه الوباء في مشاكل اقتصاديه كبيره جدا حصلت لدين الناس كلها في حظر كامل للعالم كله ففي كتير من نوعيات من الاعمال ما بتتعملش فهيحصل دروب عالي جدا. طيب السوشيولوجيكال بقى اللي هي الحاجات الاجتماعيه ان طبعا في بعض العائلات وخاصه وهتلاقي حتى في مهندسين كتير قاعدوا في البيت في ناس كتير قاعده في البيت ما بتشتغلش في ناس سابت شغلها نتيجه انها لما عملوا داون سايزنج قعدوا في البيت مش بس ادوهم نص مرتب وهكذا. التكنولوجيكال ايه الحديث دلوقتي ايه اللي موجود زي ما انتم شايفين ان في دلوقتي ترند عالي جدا جدا على موضوع الانترنت واللي بيبقى فيه ريموت ليرنينج وريموت وركينج الكلام ده كله فده لازم اكون دارسه واشوف ايه هي اللي اقدر اطلع منها وايه هي المشاكل او ايه الحاجات اللي محتاجاها حتى بالنسبه للترانسبورتيشن وايه الحاجات الجديده بتاعتها وايه كل الريسورسز بتاعتي. طيب الليجل الحاجات القانونيه اللي موجوده برضو سواء كانت كشغلنا احنا او لو احنا هنعمل حاجه انترناشونال زي الشركات اللي لها مالتي ناشونال اللي فيها فروع في بلاد كتيره لازم ابقى دارس ايه هي الليجل والفروق بينهم وبيننا وايه الحاجات اللي لازم اكون عارفها عشان اعمل مشروعات عندهم وهكذا. قوانين العمل طبعا وقوانين النقابات والحاجات دي كلها والانفايرمنتال بقى الحاجات اللي هي ايكولوجيكال وكل ما هو له قيمه او له اضرار على الانفايرمنت او له ازاي افاده كل الكلام ده. وكمان بدرس بيها برضو المانجمنت ستايل والستاف والاتيتيودز والاورجنايزيشن كلتشر زي ما قلنا كل ده بيخش في حكايه الانفايرمنتال. الانفايرمنتال هنا بيقصد بيها حاجتين سواء كانت الانفايرمنت الحقيقيه فعلا اللي هي الايكولوجيكال كل الحاجات الايشوز يعني والريجوليشنز بتاعتها او ان انا بدرس الحاجات بتاعه اللي هي الانفايرمنت الخارجي اللي هو زي ما قلنا الكاستمر والماركت فاليو والحاجات اللي علاقه بالانترنال والاكسترنال انفايرمنت كبشر كحاجات قوانين المانجمنت سيستم بتاعها. طيب انا دلوقتي عرفت كل الكلام ده انا المفروض اشوف قبل ما احط رجلي في اي مشروع او مكتب لازم اعمل حاجه اسمها فيزيبيليتي ستادي كلكم عارفينها اللي هي دراسه الجدوى. دراسه الجدوى دي بستفيد بيها بعمل بيها ايه؟ بايدنتيفاي فيها المشكله المشاكل اللي موجوده وايه الاوبورتيونز اللي موجوده من خلال المشاكل دي. ايه هي المشاكل الموجوده وايه الفرص اللي ممكن تتمتاح ليا من خلال المشاكل دي عشان احققها. طيب ايه الاوبجكتيفز؟ ايه السيتويشن اللي عندي؟ ايه السكسسفل اوتكمز اللي انا بعملها؟ ايه بعمل تقييم لكل الحاجات اللي عندي سواء كان اشوف ايه الكوست الحاجات اللي انا عايز احققها دي الكوست بتاعها عامل ازاي؟ البنفس بتاعتها عامله ازاي؟ ايه هي المقترحات لعمل الحلول عشان اقدر احقق الهدف اللي انا عايز اعمله ده؟ يبقى الفيزيبيليتي ستادي دي انا بعملها عشان اعرف كل حاجه حوالين المشروع اللي انا عايز اعمله او حتى على موضوع المكتب وعايز انشئه. انا لما اجي اعمل المكتب انا هدفي هيبقى ايه؟ انا لما هعمله هبقى مكاني فين؟ مطلوب مني اعمل ايه؟ طب انا محتاج فلوس قد ايه؟ طب في خلال قد ايه هعمل ايه؟ كل الكلام ده انا بدرسه قبل ما احط واقول بسم الله الرحمن الرحيم كده انا عايز ابتدي المكتب بتاعي. او حتى بالنسبه للي عايز يعمل ديفلوبمنت بلان لازم تقعد تدرس الديفلوبمنت بلان دي هتحقق يعني هتطلب مني
اغير ايه الاول وهعملها، ولما هعملها هصرف كام، هتاخد وقت قد ايه، الفيدباك بتاعها شكله ايه، مردود المالي بتاعها شكله ايه، وفي الكواليتي بتاعت الشغل شكله ايه. الكلام ده كله لازم يكون واضح للمديرين عشان يرضوا يوافقوا على الكلام ده. فالفيزيبيليتي ستادي بيساعدك جامد جدا ان انت تقول ان المشروع اللي انت هتعمله ده جو ولا نو جو، هتعمله ولا مش هتعمله. فده مهم جدا 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 قبل ما تحط اي حاجه، سواء كان هتعمل بزنس بلان او هتعمل ديفلوبمنت بلان او وات ايفر ايه انت عايز تعمله. طيب الفيزيبيليتي ستادي فيرسس البيزنس بلان، قلنا الفيزيبيليتي ستادي هي اللي بتقول لي في الاول انا هعمل ولا مش هعمل مشروع، فبقعد ادرس كل الحاجات اللي قدامي واعمل لها اناليسيز وادرس السوق وايه الحاجات المتاحه وايه اللي مش متاح، وانا فين بالنسبه للسوق وايه المفروض اعمله وايه المفروض ما اعملوش، وايه الفرص المتاحه عندي عشان اعمل بيزنس بتاعي، وايه الحاجات اللي ممكن تخليني ما اعملهاش، وهكذا. كل التفاصيل دي لازم ادرسها. لكن البيزنس بلان، بيزنس بلان انا بعملها لاني خلاص انا وصلت انا هعمل الشغل الفلاني، هعمل المكتب الفلاني. فبتدخل بعد كده في الايه، في الفقره اللي بعدها بقى ان انا اعمل بزنس بلان. بزنس بلان دي انا بعملها علشان خلاص انا هدي، بسميها زي شبه الاكشن بلان، بس طبعا الاكشن بلان هي تفصيليه اكتر. البزنس بلان بعمله علشان اقنع التوب مانجرز بالفكره اللي انا عايز اعملها، واقنع الميدل مانجرز والفيرست لاين مانجرز وكمان العاملين بان انا عندي خطه فلانيه وعايز احققها بالطريقه 1 2 3 4. يبقى انت بتعمل البيزنس بلان عشان تبني بيها شركتك، وممكن تروح بيها لاي ممول، تعالى مول لي انا عايز فند عشان اعمل المشروع ده، او عايز فند عشان اعمل المكتب ده، فانت بتقنعه بالفكره بتاعتك، او انت جوه مكتبك انت عايز تعمل ديفلوبمنت بلان فانت بتعملها بزنس بلان بره، وتيجي تقدمها للتوب مانجر تقول احنا المفروض عايزين نعمل كذا وهنغير كذا وهيتكلف كذا في الوقت الفلاني، عشان في الاخر يطلع مردود 1 2 3 4 ويرجع لك فلوسك بعد الفتره الفلانيه. الكلام ده كله لازم يتحط في البيزنس بلان وهنعرفه ان ديتيلز دلوقتي ان شاء الله. فدي بتبقى يعني البيزنس بلان ممكن تتعمل من 3 ل 5 سنين كرود ماب لشغلك. طيب الفيزيبيليتي ستاديز كونتينز ايه؟ قلنا البروجكت هيستوري، النيد فور ذا بروجكت انا محتاجه ليه، الاوبشنز اكزامند، ليجل والبلاننج امبليكيشن، الكونستراكشن اند مينتيننس، كوست ويز ان ويتش ذا بروجكت ماي بي اشيف، سورسز اوف فاينانس، ونكست ستيب نيسري فور اشيفينج ذا بروجكت. كل الكلام ده بتعمله سواء على مستوى البروجكت او مستوى المكتب، الكلام ده كله بتحطه كديتيلز. طيب البيزنس بلان بقى زي ما قلنا نمبر 1 في كل حاجه في حياتنا، ان انا بعمل ايه، بشوف الكولكت داتا عشان في الاخر اديفاين البيزنس اللي انا عايزه. انا خلاص عملت فيزيبيليتي ستادي وعرفت ان الفكره اللي انا عايز اعملها دي ممكن تحقق، فبعمل بقى البيزنس، بشوف ايه هو الاوفر فيو بتاعته، ايه الاوبجكتيفز، ايه الفيجن، الميشن، ايه الموديل بزنس اللي انا هشتغل عليه. بعد كده بعمل اناليسز للفيزز، اناليسز للماركتنج بيهيفير والكومبيتيتورز بتوعي شكلهم ايه، النيدز بتاعت الماركت، الكلام ده كله. وبدرس للانترنال والاكسترنال انفايرمنت اللي عندي في المكتب او في المنشاه اللي عندي، وبعمل اناليسز للكومبيتيتورز بتوعي ومين هم وانا فين جوه بينهم، انا موقعي فين بالنسبه للكومبيتيتورز بتوعي في المجال اللي انا هشتغل فيه. البلانينج فيز انا بقى هعمل بقى ازاي هحقق الكلام ده، بقول بديفلوب الاستراتيجي والفاليو بروبوزيشن والكريتيكال فاكتورز والفاينانشال بروجكشنز. بعد كده الامبلمنتيشن فيز، ودي بقى اللي هي بتبقى اكتر ديتيلز بقى، بيبقى فيها كل ديتيل بتاعه كيفيه تحقيق البروجكت بتاعي او المكتب بتاعي هعمل ايه. فده بيبقى فيه بروجرامز والبروسيس والكوميونيكيشن والميجرمنتس، كل حاجه في الثلاثه دول اللي هو الفاينانشال والانترنال والكاستمر، المستويات دي كلها. ايه انواع الاستراتيجيك بزنس بلان؟ انا ممكن اعملها حاجه صغيره كده كسمري عشان اقول للناس ايه الفكره اللي عندي، ودي بتبقى ماكسيمم من 10 ل 15 بيج، وهنشوف ايه الديتيلز بتاعتها دلوقتي. او ان انا بعمل فول بزنس بلان، فدي بحط فيها ديتيلز اكتر عشان لو انا عايزه اخد فند من مكان معين فلازم يبقوا فاهمين كل الديتيلز بتاعت كل حاجه عشان يرضوا يدوني الفند. الاوبريشنال بزنس بلان طبعا من كلمتها اوبريشن، دي فيها ديتيلز اكتر، فدي بقى ببقى حاططها لكل المكتب وكل الناس اللي لها علاقه بتحقيق البزنس بلان ده، فيبقى فيها ديتيلز اكتر، فعشان كده بتلاقيها من 40 ل 100 بيج. طيب ايه هي بقى السكشنز اللي موجوده في البزنس بلان؟ طبيعي اي حاجه في الدنيا لما تيجي تعملها، حتى لما تيجي هنشوف بعد كده في الرايتنج بروبوزل، هتلاقي نفسك ان انت مهم جدا في اول صفحه بتبقى حاطط سامري لكل اللي انت حاطه في البيزنس بلان او في الريبورت اللي انت بتقدمه، عشان تبقى تو اتراكت اللي بيقرا انه يشوف الديتيلز بعد كده. فبتبقى السامري دي موجود فيها طبعا انت هتعمل ايه وهيكلف كام وهتاخد فلوسك بعد قد ايه، في كلمتين
علشان تشد ان اللي بيقرا ان انت ان هو يكمل قرايه للبزنس بلان. بعد كده الاندستري اناليسيس، بتقعد تعمل اناليسيس لكل المنظومه اللي حواليك بقى، سواء كان كومبيتيتورز او الحاجه اللي انت هتشتغل عليها. نعمل اندستري سايز والجروث ريت والسيلز بروجكشنز والاندستري ستراكشر والنيتشر اوف بارتيسيبنتس والكي سكسس فاكتورز. كل بقى الكلام ده انت هتعمل ايه، كل الكلام ده انت محتاج ايه وهتعمل ايه وخططك عامله ازاي وهتشتغل في انهي اتجاه وهتحتاج ناس شكلها ايه والكلام ده كله. الكمباني ديسكريبشن ده انت لو بتقنع اللي انت بتقدم له البيزنس بلان ان انت كمبي بتاعتك شكلها ايه والهيستوري بتاعتها عامله ازاي عشان تحسسه بقيمه الشركه وقوتها ومكانتها في المجتمع. فبتعمل كمباني ديسكريبشن والهيستوري بتاعتها والميشن ستيتمنت والبرودكتس والسيرفيس اللي انت بتقدمها، الكرنت ستيتس بتاعتك شكلها ايه، لو في اي تشارتس كده بتبين انت بتشتغل ايه وايه اللي انت حققته في كام سنه اللي فاتوا، ليجل ستيتس انت نوعيه الشركه بتاعتك عامله ايه، هل هي شراكه ولا مكتب ولا ايه بالظبط، وده هنعرفه ان شاء الله قدام. برده الكي بارتنرشيب، مين الناس، لو انت عندك حد من الناس المشهورين قوي عضو عندك فلازم تكون كاتب عنه حاجه عشان تقول له ان انت شركتك فعلا لها وزن كبير لان فيها اسامي كبيره. بعد كده تعمل ماركت اناليسيس، شوف الدنيا فيها عامله ايه، ايه السيجمنت وايه التارجت اللي موجود، الباير بيهيفير شكلهم ايه، الكومبيتيتورز اناليسيس بتاعتهم. وبالنسبه لنا احنا بتشوف انت ايه اللي ناقص، زي ما قلنا في مجال الانشاء بتاعنا ايه اللي مطلوب يتعمل دلوقتي، الناس اللي محتاجه الخدمه بتاعتنا دي شكلهم ايه، البيهيفير بتاعهم، سواء كان في هتعمل فيلا ولا هتعمل مستشفى ولا هتعمل مدرسه، كل واحد فيهم له بيهيفير معين على حسب بقى انت عايز تعمل ايه. ويلكم بتدرس بتوعك شكلهم ايه، سوري مين المنافسين اللي زيك بيشتغلوا في هذا المكان. بعد كده بقى بتخش في الايكونومكس بيزنس بتاعك، بتشوف الريفنيو دايفر درايفرز بتاعتك والبروفيت مارجنز شكلها عامل ازاي، الفيكسد والفاريبل كوست، الاوبريتنج ليفرج اند اتس امبليكيشن، الستارت اب كوست هتحتاج محتاج ايه عشان تبتدي، والبريك ايفن بتاعك ايه، يعني بعد كام مثلا شهر او شهرين لو انا حققت مثلا مشروع يبقى انا كده خلاص حققت البريك ايفن بتاعي، ان انا دخلت لشركتي مثلا اللي انا دفعته في الاول. يعني طبعا ما بتعملش كده، بيبقى مش اقل من 6 شهور عشان تقدر تجيب اللي انت صرفته في الاول اللي قومت بيه شركتك من الاول، ده لو انت عندك ايه ستارت اب. لكن لو انت هتعمل الديفلوبمنت بلان فانت ممكن تقول ان احنا بعد 3 شهور مثلا من تنفيذ عمليه التغيير والتطوير هيبتدي يبان تاثير الكلام ده. ليه؟ لان هيكون الناس خلاص اتدربت وبقى الكواليفيكيشن بتاعتهم عاليه، الكواليتي بتاعهم احسن، فيبتدي عدد الاخطاء تقل، فيبتدي كل الكلام ده يبقى له مردود في الايكونوميك سايد وهكذا. الماركتنج بلان انت هتعمل ايه بقى عشان تماركت الشغل اللي انت عايز تقدمه ده، الاوفر اول ماركتنج استراتيجي، البرودكت برايس بتاعك، بروموشن، ديستريبيوشن، السيلز بروسيس، كل الخطط اللي انت حاططها علشان تحقق بيها البيزنس بتاعك ده. يعني هتعمل مثلا ماركتنج في ايه، تعمل سوشيال ميديا ولا هتعمل اعلانات ولا هتروح تعمل ايفنتس ولا هتعمل ايه بالظبط، وده هنتكلم عليه ان ديتيلز برضو، ازاي نعمل ماركتنج بلان وازاي نعمل ماركت البروجكت بتاعنا او شغلنا. بعد كده ديزاين اند ديفلوبمنت بلان، دي لو انت عندك بقى شغل معين وانت عايز بقى تعمل ديفلوبمنت ازاي، لو انت عندك بروجكت او حاجه بتقدم بقى كل الديتيلز بتاعت البروجكت ده، الديفلوبمنت ستاتس والتاسكس هتبقى ازاي، التشالنج والريسك هيبقى عامل ايه، البروجكتد ديفلوبمنت كوست هيبقى عامل ازاي، بروبرتيز ايشوز زي البيتنتس، التريد ماركس، كوبي رايتس، لايسنس، براند نيمز، كل الحاجات اللي انت هتستعملها عشان تحقق الشغل بتاعك ده، لازم كل ده يكون مدروس ومحطوط له الخطه بتاعته. ونخش بعد كده بقى ان ديتيلز اكتر في الاوبريشن بلان، انت هتعمل الابروتش بتاعك يبقى عامل ازاي، البيزنس لوكيشن هيبقى فين، الفاسيلتيز والاكويبمنت اللي انت محتاجها شكلها عامل ازاي، وهكذا كل الكلام ده في الديتيلز. بعد كده المانجمنت تيم بتاع والكمبني بتاعتك بتاعت الاستراكشر بتاعتك، اللي يبقى عندك هيراركي في المانجمنت تيم شكله ايه، البورد اوف دايركتورز، بورد اوف ادفايزرز، والكمبني استراكشر. الحاجات دي مهمه جدا جدا، بتبين برده التقل اللي انت شغال بيه او اللي انت عايز تحققه. تمام. بعد كده الاوفر اول سكيدول اللي انت بقى دي هي المايلستونز بقى بتاعتك، هتعمل ايه بقى، الانكوربريتنج ذا فينتشر، كومبليشن ذا بروتوتايبس امتى، الرنتال اوف فاسيليتيز هيبقى شكلها ايه، اوبتيننج كريتيكال فاينانسنج، الستارتنج برودكشن هيبقى امتى، الاوبتيننج ذا فيرست سيل هتبقى امتى. يبقى كل ده ايه بتحط لها سكيدول. وبعد كده الفاينانشال بروجكشنز،
بتشوف ايه السورس بتاعتك الفاند ستيتمنت ازاي الاسامشن شيت البرومو برو فورما انكم ستيتمنتس والبالانس شيت والكاش فلوز والريشيو اناليسيس. الكلام ده كله بتاع البيزنس بلان كان حاطه زميل لنا اسمه المهندس احمد شاهين فانا جبته لحضرتكم وعشان اشرحه لكم هنا. فلو عايزين اي ديتيلز اكتر من احمد شاهين ده الايميل بتاعه لو عايزين تتكلموا معاه. بعد كده بقى نخش في رايتنج بروبوزال. هتلاقي على فكره مش بعيده خالص عن البيزنس بلان نفس الحكايه تقريبا. انت بتعمل ليه بروبوزال للبروجكت بتاعك عشان تقنع بيه الكلاينت بان انت البروجكت ده يستحق ان هو ايه يتعمل. فانت بتايدنتيفاي ايه هو العمل اللي انت هتعمله وبتاكسبلين النيدز اللي انت تو بي دون وتحط بعض الحاجات المهمه اللي بتقنع بيها قلنا العميل باهميه المشروع وازاي هيتحقق والكلام ده كله شبه خالص البيزنس بلان. طيب ايه اللي بيخلي بقى البروبوزال يبقى كويس؟ زي ما قلنا بنحاول نخلي يبقى فيه زي ثيم كده مهم واحد للبروبوزال ان هو مكتوب ازاي عشان يبان بطريقه منظمه وكويسه بحيث انه في الاخر ما يبقاش طالع شكله منعكش او كده. تمام كل الحاجات دي بسيطه ممكن لما تتقري تتفهم. طيب الاهم بقى ان انت لما تيجي تعمل الكلام ده لازم تسال نفسك في الاول زي ما انتوا سالتوا في نفسكم في الاول عملتوا فيزيبيليتي ستادي اعمل المكتب ولا ما اعملوش اعمل البروجكت ولا ما اعملوش برضه از ذا بروجكت وورث دوينج هل المشروع ده فعلا يستاهل تعمله ولا لا. ده في حاله لو انت بتحاول تعمل مشروع بتقنع بيه حد لكن لما كلاينت يقول لك انا عايز اعمل المشروع ده فانت مش حكايه بقى اتس وورث ولا لا لا ايه المردود الحلو على الكلاينت المشروع اللي انت هتعمله بالطريقه اللي انت عايزها. يعني مثلا كان في واحد من الناس اللي كانوا معايا في الكورس كان في مسابقه المفروض بيقدموا لحد لواحد صاحب ريزورت ديزاين للريزورت بتاعه. الناس كلها قدمت افكار بتحقق نفس اللي هو عايزه بالظبط لكن اللي كان معايا عمل ايه قدم ديزاين مختلف خالص بيحقق له اعلى عدد في الغرف المطلوبه وبالتالي هتديله انكم اعلى. هو ده اللي خده. يبقى انت المفروض تبقى قاري الكلاين بتاعك عشان تشوف تقنعه ازاي بالبروبوزال بتاعك بحيث انه في الاخر ياخده وما ياخدش حاجه ثانيه. ازاي هتعمل البروجكت بتاعك؟ How will you do the project؟ قبل ما تعمل البروبوزال ده لازم تعمل تشير الايديز بتاعتك مع الناس اللي حواليك وتاخد الفيدباك بتاعهم عشان ولازم يكون في نقد بناء بحيث توصل في الاخر ان يطلع البروبوزال كويس عشان البروجكت يتحقق كويس ان شاء الله. Make it easy for the reviewers يعني خليه بطريقه سهله يقدروا يفهموها ما تحطش كلام مكلكع ولا تحط حاجات ما حدش يفهمها. State key points and basic concept directly خليك واضح حط الحاجة مباشرة عشان الناس تفهم بسرعة. Keep it neat easy to navigate وclearly written خليه دايما كده زي ما قلنا منمق ومرتب وسهل ان الناس توصل للمعلومة فيه ما يعملوش يدور على المعلومة كذا حاجة. شايفين الايتمز بتاعت البروبوزلز بالظبط هي البيزنس بلان. يعني هنحط برضو اكزيكتيف سامري في الاول بعدين ستيتمنت في البروبلم ايه البروبلم اللي انت بتحلها وعلى اساسها بتعمل البروجكت ده الاوبجكتيفز التكنيكال ابروتش ايه البروجكت مانجمنت هيبقى ماشي ازاي وده مهم جدا 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 للعملاء بتوعنا لانه في الاخر هيعرف ان انت فاهم الموضوع ولا لا وهتعرف تهندل كل المشاكل ولا لا سواء كان البادجت او كوميونيكيشن او انفورميشن مانجمنت او كوردينيشن ودي من الحاجات المهمه جدا والتيم كواليفيكيشنز بتاعتك شكلهم عامل ازاي والكونكلوجن في الاخر عشان لو قرا السمري وقرا كونكلوجن يقدر يوصل اللي هو عايزه على طول وفي الاخر الريفرنسز لو انت عندك ناس من هم الكي بيرسونز وبتحط طبعا الريزومي بتاعك كل التيم بتاعك. طيب البروبوزال ايتمز بقى والمقاس بتاعها الانترودكشن مثلا تلاقيها نص صفحه بس البروبلم ديفينيشن نص صفحه الديسكريبشن ذا كارنت ستاتس نحاول ما نزودهاش قوي عن البيج هي والانجينيرنج ابروتش التاسك بتبقى 3 4 صفحه البروبوزال بقى ايتمز اللي هي بتاعه البروجكت مانجمنت برده 3 4 صفحه الكونكلوجن نص صفحه والحاجات في الاخر. الكلام ده كله لو جيت حسبته هتلاقيه مثلا ما يزيدش عن ايه ادي صفحه 2 3 ونص 4 صفحات تقريبا تمام. فخلينا نخلي البروبوزال بتاعنا بسيط واضح تو ذا جول سهل الوصول لاي معلومه بحيث تقدر تحقق اللي انت عايزه. واعتقد كده كفايه عليكم في المره دي وبعد كده هنقعد الفيديو اللي بعده ان شاء الله هنتكلم على الماركتنج بلان والريسيرش هنعمله ازاي وشكرا.